الحياء سلوك إرادي، أستطيع أن أفعله وأستطيع أن لا أفعله، إرادي. أنا أريد أن أكون حيا الآن، أنا أستحي، لا والله ما أقدر، تفضل أنت، أنا أستحي، أنا بإرادتي. الخجل سلوك لا إرادي، يمنعني. طيب هل في خيار ثاني في الخجل؟ لا لا، بس منع. بينما الحياء إما أن يمنعني وإما أن يدفعني. إذن هذا واحد. اثنين، دائما الحياء أنت تسعد به وتسعد به وتشعر به قبل أن تفعله، وتسعد به أثناء فعله، ولا تندم عليه بعد فعله، بل تفخر. أنا فلان قالوا لي تكلم في واحد أكبر مني، قلت له لا والله فلان اللي يتكلم، أنا ما أتكلم. لما أنا أقول لا في هذه اللحظة، أنا ماني بخايف ولا خجلان، أنا أستحي أني أتكلم قبل اللي عند أكبر مني. فلما هو يتكلم أنا ما أقول الحمد لله فكني الله، لا، أشعر بالفخر أني قدمت حاجة حلوة. لذلك قالوا الحياء هو شعور يدفعك لفعل المليح وترك القبيح. أنا أسوي شيء الصح والغلط ما أسويه. بينما الخجل سلوك لا إرادي يجعلك تتوتر قبل أن تفعله، وتحزن أثناء ما تفعله، يكون أنت منزعج أثناء ما تفعله، وتندم بعد أن تفعله. لما يقول لك تقدم تكلم وأنت خفت في ذي اللحظة وقلت لي لا ما أبغى أتكلم، ثم انسحبت من الموقف، نجحت في أنك ما تطلع قدام الناس ولا يظهر خوفك، لكنك بعدين إيش قاعد تسوي؟ يا ليتني سويت، يا ليتني فعلت، والمفروض أني قلت، والمفروض أني سويت، والمفروض. لذلك الخجل يجعل الناس تتألم وتندم، وهذا ليس من عادة الوثقاء. الواثق يستحي ولا يخجل. إذن لما يجوني ناس ويجلسون عندي ويؤذن، لما لا أستطيع أن يقول لهم يا جماعة خلونا نصلي نرجع بعد الصلاة، خجل. هل هذا حياء أم خجل؟ خجل. هذا خجل. لذلك أقام وهو يقيم ونسمعه وأنا أسوي كذا برجلي وأنا متوتر الآن، ودي أقول لهم بس أنا مستحي، لا أنا خجلان، أنا في تلك اللحظة جبان، في تلك اللحظة جبان، ما استطعت أني أعبر، أنا جبان. خاصة في الدين والله أعتبره جبان صراحة، في كل شيء جبان. إذن واحد، الثقة مطلب شرعي. هناك من الناس من لا يترك لحيته خشية أن لا يتقبلها الناس، كلام يطلع شكلي شين وع، ما أطلع حلو، ما يتقبلني الناس، هذا عند الثقة نازلة. هناك من النساء من تنمص وهي تعرف عقوبة النمص لكن تريد أن يتقبلها الناس، عندها الثقة نازلة، مسكينة. إذن هو مطلب شرعي، لما يكون عندي ثقة ما يهمني والله شكلي، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله لم يقل أجملكم ولا أطولكم ولا أحسنكم بشرة ولا أزينكم شعرا ولا أجملكم قامة، إنما قال أتقاكم. هذا هو الميزان. اللي عنده ثقة يكون هذا ميزان، اللي ما عنده ثقة ممكن تنمص، ممكن يحلق لحيته من أجل أن يكون شكله زين يتقبلها الناس، ربما يترك لحيته علشان يتقبلها الناس على الأقل في محيطه. يسبل ثوبه، إسبال الثوب هي نصف سنتي، أنا أسميه ذنب لا طعم له، ما في شيء. الغنى يطرب الإنسان، الزنا جلكم الله قد يستمتع لحظات، الربا قد يستفيد، أما إسبال الثوب ما في شيء، وهي كلها نصف سنتي يرفعه وينتهي كل شيء. لا، هو يبغى ينزل نصف سنتي علشان يتقبلها الناس. وبالتالي وجود ثقة عند الإنسان مطلب شرعي بالدرجة الأولى. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يحقرن أحدكم نفسه. احنا نقول الثقة ضدها احتقار النفس، تقدير الذات، والثقة ضدها احتقار النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ الصحابة يسألون، رهبان، فرسان، صوام، أبطال، ما في أحد يحتقر نفسه. وكيف يحتقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال يكون في مقام، في مجلس زي هذا، يكون لله فيه مقال، شاف غلط لازم يتكلم، ثم لا يتكلم، سكت، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة يا عبدي لما لم تتكلم في يوم كذا وكذا؟ فيقول خشيت الناس. فيقول الله عز وجل له الله أحق أن تخشى من الناس. يا الله، عبر عن حقران النفس بإيش؟
خشية النفس. الناس لما أنت تكون في موقف أنت خشيت فيه الناس ما قدرت تقول لا، ما قدرت تقول رأيك، ما قدرت تقول يعني ما قدرت تطالب بحقوقك، ما قدرت تنكر على الناس، في تلك اللحظة التي خشيت فيها الناس أنت إيش؟ احتقرت نفسك. وهي معادلة بسيطة جدا يا أخوة، لما الناس تعطيهم أكبر من حجمهم إيش يصير لك أنت؟ صغير، تنزل. أعطيكم مثال بسيط، هذه ورقة، هذه ورقة، هذه الورقة بالنسبة للنظارة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. كبيرة. طيب بالنسبة للصبورة؟ صغيرة. صغيرة. طيب هي حقيقتها كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. صغيرة. بالنسبة لنا حن ما عنده حجم. على حجم. على حسب. على حسب. شلون مقارنة؟ أنا أحطها جنب الكوب تصير كبيرة. أحطها جنب السبورة. صغيرة. صغيرة. إذا حجمها ما هو؟ تغير. على حسب. على حسب. وبالتالي أنا نظرتي لذاتي أيضا على حسب. فلما أجي عند ناس أعتقد أنهم أعلى مني. شو أصير أنا؟ أصير صغير. وإذا صرت صغير صرت خواف، صرت جبان، مهزوز الثقة، ما أقدر أسوي شيء ولا أطالب بحقوقي ولا أعبر عن مشاعري، ما أقدر أتصرف كما أريد ولا بعفوية، خايف. لما أجي عند ناس أنا لأنهم هم أصغر مني شو يصير لي؟ ثقة؟ أحس أني معدوم زايد. أحسنت، يكون عندي كبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق التعالي على الحق ورده، وغمط الناس، احتقار الناس. لما أنت تعملق نفسك وتقزم الآخرين تدخل في الكبر. لما ترفع الناس عن منازلهم وتقزم نفسك تدخل في الحقران. لذلك الثقة وسط بين رذيلتين، أن تعرف لنفسك حقها وأن تنزل الناس منازلهم. طيب ما هي منازل الناس؟ بسألكم ما هي منازل الناس؟ ولا على حسب بعد كل واحد منزلته كبير أكثر من أي قدره عليه. أقول لكم مش مشكلة الناس في الثقة؟ مش مشكلة، مشكلة الناس ما نعرف منازل الناس في الناس. معاناة الناس في الثقة من الناس. لما يجيك واحد، لما يجيك واحد في المقابلة الشخصية وأنت بتقابله عشان يتوظف ويجيك ينتفض، صحيح يجيك منتفض ويصب صب عرق، هو في الحقيقة ينظر إليك بس أنك أعلى مني، أنك إيش؟ أنه أعلى مني سعد، هو أعلى مني أعلم. أنك بيدك الوظيفة والأشياء يؤلهك يا جماعة، والله يعطيك جزء من صفات الله عز وجل. أن بيدك الرزق سعد، يخشى أن تفوت هذه الفرصة لأنك أنت الآن مصدر الرزق بالنسبة له، وبالتالي طبيعي أنه يرتجف. أنه يرتجف، لكن ليش؟ لأنه نفخك فوق حجمك، فش صار لنفسه؟ صغر صار يخاف. طب خلنا نشوف موقف نفس هذا الموقف ونغيره شوي. دخل الإمام الزهري وقالوا له ترى الخليفة الأمير يبغاك، وقد فرشوا النطع واستل الجلاد سيفه، يعني حطوا الصماط والسيف بيقتلك. ايش سووا للامير هم؟ نفخوه فوق حجمه. يا ويلك، بيده ان يميتك وبيده ان يحييك وبيده ان يضرك. فجاء امام ودخل على الامير عليكم السلام، فتمتم قبل ان يدخل عليه، ثم دخل فاكرمه الامير واجلسه بجانبه وجلس وياه، ويعني ما قال له شيء. فلما خرج قالوا له انت ايش سويت؟ مع ان الامام كان لابس اكفانه مستعد. قال هبته، انا خايف منه لابس اكفاني. فلما دخلت عليه ورايته على كرسيه تذكرت الله عز وجل على كرسيه، فغدا عندي كالذبابه. الله اكبر. جاءت الثقه الصدق يا جماعه. أنت لما تضخم الناس تتقازن. طيب شلون تسوي الناس؟ شلون تنزلهم حقيقتهم؟ تذكر خالد، الثقة مربوطة بالإيمان، رجوع لله، قوة في الشخصية. قرأت 60 كتاب في الثقة، أزعم ما في كتاب موجود إلا وقرأته عن الثقة. والله لم أجد حتى في كلام الغربيين لم أجد دواء للثقة عميق. عميق في أدوية سطحية مؤقتة، عميق مثل حسن الظن بالله عز وجل وإنزال الله منزلته. وما قدر الله حق قدره. دخل ذلك الإمام
أبي عبد الله ذلك الأمير على المسجد في الجامع الأموي، فلما دخل قام الناس كلهم له، خافوا من جنوده وحشوده وقدرته فخافوا، فقام كل الناس إلا شيخ كبير ما وقف جالس. فجاءه الأمير قال له: يا هذا لما لم تقف يوم وقف الناس؟ أنت شايف نفسك يعني كل الناس احترموني وهابوني وأنت إيش عندك؟ قال: أردت أن أقف. الناس إيش كانوا؟ أمير وجند وقدرة ويخوف ويمكن يسوي ويمكن ما يسوي، ها أعطوه أكبر من حجمه فهابوه فوقفوا له وأنزلوه في غير منزلته. يقول: أنا لما رأيتك أردت أن أقوم كما قام الناس، فتذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت هذا القيام لذاك القيام. فقال له: اجلس، ما بقيت شعرة من جسدي إلا وقفت. لا إله إلا الله. إيش اللي خلاه يثبت؟ نزل هذا في منزلته أنه ولا شيء، أنه ولا شيء. يا جماعة عندنا مشكلة في حسن الظن بالله عز وجل، الثقة مشكلة في حسن الظن بالله. أعطيك مثال من واقعنا، أترك القصص، من واقعنا الآن. لما الإنسان يبذل جهد، يبذل جهد ويكون قادر وعنده قدرات ويخاف، تقول له تعال ألقي كلمة، يقول لك والله أخاف. حافظ للقرآن، تقول له صل بالناس، يقول لك والله، ويتوتر ويفقد ثقته، والله ما أقدر. يجي الإنسان قدام الكاميرا تلقى عنده علم وحافظ ويخاف. طيب السؤال، السؤال هو يخاف على ماذا؟ إيش تتوقع؟ يخاف يضحكوا عليه، يخاف من الناس، يخاف من الأسباب ولا من النتائج؟ النتائج. الأسباب هو عنده، عنده عملها بتوفيق من الله عز وجل، والنتائج بيد الله، بيد الله عز وجل. إذن يخاف من ماذا؟ من النتائج التي بيد الله. إذن هي اهتزاز في ثقته بماذا؟ بالله. بالله. بس إحنا ما نبغى كذا، ما ننكر هذا الشيء. لا لا، الله عز وجل هذا هو الصحيح. عندنا مشكلة. والدليل، أعطيك دليل بسيط جدا. ألا ترون تزاحم الناس عند قطار الموت في الملاهي؟ هذا سؤال، أليس مرعب هو؟ إلا مرعب. طيب لماذا الناس رغم أنه مرعب يتلذذون بالخوف؟ واثقين أنه ما راح، واثقين من إيش؟ أنه ما راح يصير لهم شيء، ما راح يصير لهم شيء، وما راح يطيح، وفي وسائل أمن، صح؟ وأنه مؤمن، وأنا واثق في الشركة أمريكية بريطانية إنجليزية ألمانية، ما راح يجيني شيء، أنا أثق بالنتائج. فيتحول هذا الخوف من خوف رادع إلى إثارة أستمتع بها لأني أثق بالنتائج. طيب اللي نقوله قم صل بالناس، لا أنا متوكل على الله ويخاف، هو يثق فيما هو يخاف من ماذا؟ النتائج التي بيد من؟ رب العالمين. عنده مشكلة مع الله، عنده مشكلة مع الله. وبالتالي والله يا جماعة لما يجي الإنسان يدخل في موقف في هيبة، في هيبة، فيتذكر عظمة الله عز وجل، ترى الناس يصير لهم ينزلون، ثم يتذكر أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الله عز وجل لا يرضى للمؤمن أو لا يكون أمره إلا خير مهما صار لك، والنتيجة التي ستصل إليها الله عز وجل أحكم وأعلم وأرحم منك بنفسك. لما أدخل وأقول أيا كانت النتيجة ما راح أخاف لأنها بيد من؟ الله. يا أخوان الإنسان لا يقلق إذا كان عنده أب يدافع عنه، فكيف إذا كان عنده رب؟ عندك رب. لكن إحنا في تلك في لحظات كثيرة ننسى. والله يجيني بعض الأئمة لما نجي نتكلم عن الإلقاء يقول والله أني خايف. طيب حافظ؟ إيه حافظ. طيب إيش المشكلة؟ والله أنا كنت أصلي بالجماعة بعدين ما عاد يعني صرت الآن أهاب. أسأل السؤال عادة تكون الإجابة نعم. أقول له في أحد من الجماعة، في أحد من الجماعة جاء أنت تعتقد أنه أكوس منك وأحسن منك وأعلم منك؟ يقول لي والله كان جانا قاضي سكن معنا وده اللي يصلي معي، في طالب علم جاء وكذا، في شيخ يصلي معنا دايم، وفيك في واحد أقشر من الجماعة يصلي، فصرت أنا أهابه. يقول خلاص وأنا أكبر صار تفكيري فيه فاهتزت ثقتي في نفسي. والله بعض الناس أنه يقول الله أكبر ويستقبل الناس، يقول الله أكبر بلسانه ومشاعره الناس أكبر في تلك اللحظة. وبعضهم صحيح والله لابد إحنا نكون صادقين مع أنفسنا عشان نقدر نقول غلط ولازم أوقف، لازم أنا أوقف. وبالتالي عدم قدرتك على أنك تطالب
أو تذكر رأيك، أو عفواً إحنا دخلنا في هذا الإطار أننا نذكر أن حصولك على الثقة في الأساس هي مطلب شرعي لابد أن يتمسك به الإنسان. فهذا هو الفائدة الأولى في قضية لماذا أريد أن أكون واثقاً من نفسي، قلنا أنها مطلب شرعي. تفضل سالي. بعض المرات يعني مثلاً واحد مثل الكلمة أمام الناس كذا أو الصلاة أو أي عمل الإنسان يقوم فيه أو الشخص يقوم فيه لأول مرة ممكن يكون فيه يعني نوع من الارتباك أو كذا، إنه ما جربه يعني في البداية. مو شرط إنه يكون مثلاً يعني إنه يحاتي الناس، لكن موقف أول مرة يقوم فيه أو هذا، فممكن إنه يحصل عنده توتر أو تردد كذا. نعم ممكن. يعني شلون بينه وبين اللي مثلاً يعني إحنا قلنا إنه يحاتي أو إنه يخاف من النقد. أحسنت، سؤال رائع. هذا توتره ما منعه؟ وأقدم وتكلم، إحنا نقول إذا منعك مثل هذا التوتر أنت الآن في تلك اللحظة اهتزت ثقتك وانسحبت، هنا الإشكالية. وراح نتكلم أنت يسر لنا وقت عن قضية كيف يعالج الإنسان مثل هذه المواقف. طيب. إذن واحد هي مطلب شرعي. تفضل. كمل. أنا في نقطة كنت بتكلم عنها اللي هي أن النقد يؤثر في، سنتكلم عن النقد يا جماعة. إذا قلتكم سنتكلم، إذا ما تكلمت وقفوني واسألوا عنها، لأني أخشى أني أمسك طريق وأنتم تريدون طريقا آخر، فذكروني. نقد مسألة النقد مهمة كذلك في الشباب كإعلاميين كذا، ممكن الواحد يجيه نقد فممكن يتزعزع شوي. صح. واحد أنها مطلب شرعي، اثنين مطلب نفسي. الثقة مطلب نفسي. هل تعلمون ستة أمراض من أسبابها، من أسباب هذه الأمراض أن الإنسان لا يعبر عن مشاعره، لا يستطيع أن يكون واثقا ويتكلم. ستة أمراض تتحول من نفسية إلى جسدية، يسمونها الجسدنة، أي مرض نفسي يتحول إلى عضوي أو إلى جسدي بسبب هذه الضغوطات اللي يتحملها الإنسان ولا يستطيع أن يعبر عن مشاعره. الدكتور، العلاقة سم. إذا كان واثق بس في معوقات، يعني هو واثق من نفسه كل شيء بس في معوقات أمامه مثلا، ما في إشكالية. شوف احنا نقول ابتداءً أن يكون واثقا من نفسه. فإذا واثق من نفسه تأتي عشر معوقات تعوق الإنسان في أن يحقق هدفه، لكن حتى لو ما في معوقات بدون ثقة سيتعثر، أصلا لن ينطلق. هي وقود الانطلاق، هي الوقود. إذن واحد مطلب شرعي، اثنين مطلب نفسي أن الإنسان يكون قادر على أنه يعبر عن مشاعره. التعبير عن المشاعر أو الثقة في ذاتها هي خليط بين شيئين. الثقة خليط بين شيئين، خليط بين توكيد الذات وبين تقبل الذات. عشان يكون أنا عندي ثقة عندي خليطين، توكيد ذات وتقبل الذات. ما هو توكيد الذات؟ ندخل الحين في تعريف توكيد الذات. توكيد الذات هو القدرة على أن أقول وأفعل ما أشعر به، أقول وأفعل ما أشعر به. إذا أنا وصلت إلى هذه المرحلة فأنا أسمى عندي توكيد ذات إيش؟ عالي. القدرة على أني أقول وأفعل ما أشعر به، عندي توكيد ذات. بمعنى ما تلاحظوا بعض المرات تروحون المطعم في بعض الناس لما تقول إيش تبغى يقول لك أي شيء. نجيب كذا والله عادي. ما عنده القدرة على أنه يقول رأيه. طرح موضوع وده يقول رأي ما يقوله، عنده الشيء وده كلمة حلوة بيقولها لك بيعبر عن مشاعره تجاهك، ما يقدر يقول أحبك، ما يقدر يقول ضايقتني، ما يقدر يقول وخر عني، ما يقدر يقول هاي تعديت حدودك، ما يقدر يقول يا أخي أنا وجهة نظري كذا، ما يقدر يقول لا. تجد يقول نعم 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 نعم، وبالتالي يتعب وبالتالي يجهد. طيب لما يجهد هذا الإنسان السؤال، من مصدر هذا الجهد؟ هو نفسه. من الذي سبب له هذا الجهد؟ نفسه، ثقته بنفسه، عدم ثقته بنفسه. لما أنا ما أستطيع أني أقول رأيي عندك، ما أستطيع محاورة النفس يعني، ولا أستطيع أني أعبر عن مشاعري عندك خجل، ولا أستطيع أني أقول لك لا، وإذا قلت تبغى شيء أنا أسويه وأجهد نفسي عشان أرضيك، من مصدر الألم بالنسبة لي؟ عاطفة، أنتم الناس. الناس، وبالتالي اللي عنده هزة ثقة، اللي تهتز الثقة عنده ولا يقدر يعبر عن مشاعره، تلقاه حبيب مع الناس، يطيع الناس، يجامل بزيادة. صح. يسلك بزيادة، يقول إيه هو ما يبغى، ما يطرح رأيه وهو متضايق، يتكلم عكس بما يشعر. كل هذه الأشياء هو يعتقد أنه يحاول أن يكسب
الناس بينما هي أكبر سوسة ممكن يتعرض لها على مستوى العلاقات. ليه؟ لأنه تحمل 2 3 4 5 6 7 8 كل واحد يعطيه وينغزه ويجرحه ويحرجه ولا يجعله يعبر، فيتحول الناس من مصدر سعادة إلى مصدر ألم وتعاسة. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ حساس، يتجنب يتجنب، يقفل جواله، يسحب على الناس فترة حتى يتعافى، ثم يرجع لهم مرة ثانية، ثم يستقبل، ثم يرجع يتعافى. سيأتي يوم من الأيام ها يبتعد ولا يعود. طيب لو سمحت ولا يعود ليه؟ ما ينام، كل هذول متعبينه. اثنين، هم أصلا أيضا ما ينظرون له نظرة زينة. ليه؟ لأنهم لما يقولون له تروح معنا هو ما وده، شو يقول؟ يقول إيه إن شاء الله خاص معكم. فالساعة 4 أبو فلان الساعة 4 يقول إن شاء الله الساعة 4، يدقون عليه الساعة 4 يقفل جواله، يدقون عليه ما يرد، يرسل رسالة والله معليش قبلها بعشر دقائق والله ما قدرت عندي ظروف، ويفتعل أفاعيل ويمرض نفسه وعياله ويصير عنده يعني مصائب الدنيا بس عشان يقول لهم ما قدر، يتفاول على نفسه عشان يقول رأيه مساكين، يكذب عشان فقط يعني يقول رأيه. لما الناس مرة ومرتين وثلاث أنت تسوي معهم هذا الشيء إيش يصير لهم؟ ينفرون منك ولا عاد يثقون فيك، ما عاد يثقون فيك. وبالتالي أنا أدعو كل واحد يعتقد أن محاولة إرضاء الناس فيها كسب للناس، أنا أقول له غلط، هي أقصر طريق لأن تخسر فيها الناس. طيب إذا سمحت يا سم الله داك، في بعض الناس زي ما تفضلت بس حل وسط، يعني لما يجلس مجلس يتكلم ويأخذ ويعطي ويعترض، وفي الجانب الثاني لما يجتمع الجماعة يسألون تبغى شيء ثاني يقول أي شيء طبيعي، ما هو إرضاء للنفس، إرضاء لهم لا، بس إنه الأمور عنده طبيعية. أحسنت. وإذا بغى شيء خذه. أحسنت. هذا هذا ما ذكرته صحيح يا جماعة. إذا كنت تجهد نفسك، وأخي الفاضل اللي شاهدنا تجهد نفسك، وأختي الفاضلة تجهد نفسها في تقديم أعمال وتضحيات من أجل أن يحبها الناس، أن يحبها الناس، إحنا نقول لها توقفي. إذا كنت تقدم وتجتهد لشخص تحبه أو لتجعله يحبك، لما أنت تبذل وتتعب وتجتهد لأنك تحبه أم لأنك تريده أن يحبك؟ إذا كانت الأولى أن تتعب وتضحي عشانك تحبه فهذا من كمال الخلة والمحبة، بيض الله وجهك. وإذا كانت الثانية أنك تضحي وتوطى على نفسك وتتألم لتجعله يحبك فهي من دواعي ليست الخلة وإنما المذلة. اللي من هذا النوع وهم كثير يا جماعة، يا كثرهم، يزعم أنه ما يملك مشاعر. هو يزعم نعم أنه ما يملك مشاعر، يعني مثلاً تجعل النجم يحبك بس هذا شيء مو بيدي، يعني إنه أنت تحبه لكن تبغاه يحبك. نعم. فتبذل. يبدأ يبذل أكثر ويبدأ. نعم. أكثر مو بصحيح. طيب إذا كان مو بصحيح. لا إذا كان دوام بينهم. تفضل. إذا كان يعني هم بينهم محبة وبينهم، فهو يحرج إنه يرد له طلب أو إنه لتدوم المحبة اللي بينه وبينه مثلا. نعم. يعني فقط سبب إحراجه أو سبب العمل اللي هو قام فيه. أن ما يكون بينه ما ينقطع اللي بينه وبين صاحبه مرة مرتين ثلاث ما في مشكلة، لكن أن يكون ديداً الإنسان أنه يقدم تضحيات، يعني لا يعتقد أنه بس بتضحياته سيرضيهم. سيرضيهم، أنا أقدم تضحيات عشان يتقبلوني عشان يحبوني. لا، اللي ما يبغاني لذاتي أنا ماني بقدم خدمات للآخرين عشان يتقبلوني. لا. تقبلني لذاتي بما فيني أهلا وسهلا، ما تبغاني الناس واجد. صح. لكن نعم. هذا الإنسان عنده افتراض، فاقد الثقة، عنده افتراض أن الناس لازم كلهم يتقبلونه، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. إذا وصلت في اللطف مع الناس إلى الحد هذا، بس رد على تساؤلك، إذا وصلت مع الناس إلى الحد في اللطف مع الناس إلى الحد الذي تؤذي فيه نفسك يجب أن تتوقف. وإذا وصلت في التعبير عن آرائك ومشاعرك في الحد الذي تؤذي فيه الناس توقف. إذن المسألة تعود إلى الوسطية، وسط، وسط، بمعنى يا جماعة بكل بساطة
أن أكون قادرا على أن أقول نعم إذا أردت، وأن أقول لا إذا أردت، بس أن أتكلم إذا بغيت، وأن أسكت إذا بغيت، أجلس لأني أنا أبغى أجلس، وأمشي لأني أنا أبغى، يعني أعرف قدر نفسي، أن أكون أملك خيارين وليس خيار واحد. لذلك الله عز وجل يقول في القرآن أشدة على الكافرين رحماء، رحماء أعزة على أشدة على الكافرين أذلة على المؤمنين. لاحظ أنه في نفس اللحظة عنده أداة أنه يكون شديد، وعنده أداة أنه يكون لين وهين. إذن هو يملك إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على المنبر ونزل وترك الخطبة ليلتقط الحسن والحسين ويقبلهم تلك الرأفة، هو نفسه الذي قال اقتلوهم ولو وجدتموهم على أستار الكعبة.